عزيزتي ليندا، كان منظر تنصيب أعمدة الكهرباء يبدو على قدم وساق حينما شارفنا على دخول قرية باختمي مبشرا بحياة جديدة وأمل جديد. تقع قرية باختمي إلى الجنوب الغربي من دهوك بنحو 19 كيلومترا، وتبعد عن منطقة معلساية التاريخية نحو 11 كيلومترا فقط، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5040 دونم، وتحتوي على 151 بيتا يقطنها نحو 145 عائلة تمت إعادتهم إليها. كانت بوادر البناء الذي ما زال في طور متقدم بادية للعيان عند دخول سيارتنا إلى القرية. عزيزتي، تنبع تسمية قرية باختمي من الأصل السرياني القديم لهذه القرية، ومعناه بيت الأختام، وقد توارث أهلها هذه التسمية واحتفظوا بها. بيت ختمة يعني أختام، بيت الأختام. هيك زمان جلدة أثاوى قواف المخد أزيوة يوروب، أخذي ولا ختم ورقها أسقي واليوروب. أو خين مثل زبنان أي ماتا بعد زمن ملكية واوا شم دي بختمة فهلا لا لا ناشي خكمة أمري لا إذا أخاني قمرك أخ قمرك ياوا ودي وأرائث وأنا أخم طمغي ولا وأزيوة تتركي تموصل تدندكان خاكمة أمري وبث بث قتنوات بابا أنا شراء وخبق يولي وجاوة بس ختمة يعني أول خياج التركي أمري بيسونا لخا وزيوة يعني وراغ منجي ختمي والي. ليندا، تجولت مع مختار القرية لأطرح عليه تساؤلاتي من أجل أن أجمع معلوماتي لأوثقها في بحثي وأرسلها لك. عزيزتي، تشير بعض المصادر إلى أن تاريخ قرية باختمي أو بيت الأختام يعود إلى القرن الثالث الميلادي، حيث كانت معبرا حدوديا تختم فيه الأوراق الثبوتية عند الدخول والخروج إلى العراق آنذاك، ومما يثبت ذلك وجود آثار لكنيسة ماردانيال الطبيب التي تعود للعام 345 ميلادية. من قمت من شئت تسريخاء ناشي بلطلة من مندن جومة نسنا كله بمندن ترى شقلة أنا ناشخين في شئتهم أرمين ودكانة متيلة لنا متواتة كلها بختمتي وناشي جاو أنا متواتة خضروانة دي كلها سوراي ويلة هال ثلاثة من بريلة فرمن سميري ريقلة كنت خزل الخبر وثين أخني 58 زوينال أيامات وثين تيبلن قاوة دي هم أي فيش للجمهورية زوينال وقت ملكية قلب الجمهورية أيامات زوين تلا شيدة خمش وشوة التريناشي على ما نخلي نيخد بابي ونيخد ملك خيو 58 اثيان ناشي مشوري لببناية يثوى قبراني قبراناني بعد داقي مشوري ببناية بات الطينة لا أتيق تما جيت دوني تيرتي أيامات يعني إذا كانت جاوة دي قرب السرد كانت إلى ممر تماس جاوة أيام أواخر أبو ماسالي إستوفو ماسالي إسرامة ماسالي إسؤول لك يتوز قلالة أن أفا يعني ماسالة.
واصلت جولتي في أنحاء القرية وأدهشتني مجاميع البناء التي تواصل أعمالها في القرية التي تشهد تسارعا في خطوات البناء والإعمار. ليندا، مهنة الزراعة والرعي وتربية الأغنام كانت ولم تزل منذ مئات السنين مصدرا مهما لمعيشة أهل القرية، وذلك بحكم توفر الأرض الصالحة للزراعة ووفرة المياه حول القرية. معيشة ديان زروتها هو زروتها خطة وصالة ومقيم الأروة قناة الأروة كنت باثث على خاكوت الأروة وأيها عيشة ديان عيشة بسيطة رابعة يا قمصة فهو مغضية موظفين لثوالا زروتة دخوة خطة صالة ششمة رزة بانجانة كل أربع قناة وأربع كل ومن بخزاجة لسوة يعني دراسة مندي كل بخز دواوة وبجانجر ودوالة ومدارة ويبن بخاوة يمثل لي ماتا ناشي أخبى منها حصها بدانا زوين الله يمثل لي ماتا ممر اباتك يتخ مصيله تي وجابه هي وبالت الخانه زريله بصله زريله طماطم زريله كل خمدي زريله تدرت الشيء رابه من تيله هذا مطلق يعني زروت الطماطه رابه بس بار داقة ويلا يعني ام فيش لا طماطه صليله ليش ولا لا شو طيمه فيش لا يعني لم ليش بصير زبد طماطه ذر الخط وصالي أن إيوا مزروت زروت دياني ككل خمندي خطة وصالح إيش خطة وصالح محاصيل خطة وصالح وطروخة وخرطمانة وديوا يعني منطقة دين ما في دين مشهورة بطماطم مثل بستنانة مثلا تفيكة خوخة خبوشة عزيزتي، أثارني الفضول لمشاهدة القرية القديمة، فتوجهنا بالسيارة نحو المكان القديم للقرية، علنا نجد بعض الجذور التاريخية الحية في بحثنا عن تاريخ قرية باختمي. كانت بعض البيوت القديمة لم تزل باقية على حالها، شاهدة على السنين التي مرت وعلى مراحل الانتقال التاريخية التي شهدتها قرية باختمي. كل لبنة بيبا من لبنة إبلة وذخوالة وبان إخوالة وباتي ودرخ قرياتها ويتخو جابة باتي أكيد بسيطة طينة طينة أتقتها ما في الطينة وقرياتها ونيرة إذا ذئتها أفاي طينة قاشة دي على منخ لقاشة داسية ويثوان زي تخيطة قماثة ترتيق تاسي توالن هاي بحثة قاشة تقريبا ويد اللي يمتقبر لها تشيبها بنيا وذيخوا رازقوا بحثة قاشة
ليندا، هذه الكنيسة لم تزل شاهدة على قسوة التدمير الذي تعرضت له قرية باختمي خلال تهجير أهلها في العام 1987. فقد تم تفجير هذه الكنيسة بالديناميت إبان الترحيل الذي أعشته قرية باختمي، ولم تزل جدرانها المتهالكة شاهدة على هذه المرحلة المؤلمة من التاريخ. أهل قرية باختمي يحتفظون بتقاليدهم المتوارثة عن آبائهم وأجدادهم، لا سيما في الزواج والأعياد والشير السنوي الخاص بقريتهم. خلولانا دي قمصة مصلوة لختمة الشنيرة خبيوالي هم تعموا بدولو زورنا مثوالي بعدين أثاولا بختنا نتعموا الشقرية وختنا أزيولا بشالو عملين بالاقت تشالو مبالطيوالا تشالو نتعموا هم أخاو تشابيبوك عملينا تشابيبوك ما بتليوالا دولو زورنا مثوالا باثت ختنا أول ما تفيها وشالو مخيها مشخة صغيرة تخل ترى مخيها مشخل ترى وخلولان دين يدد مسواثة له شوى منا شوى للواثة له دولو زورنا وخملانا ورقضة وزمرة ويوالي إذا خضري وباطي وكوة تسي مختر ماسا تابش قورد ماسا بابو بخضر خذا واسا بالطي وم إيتا تزدخل طمتا قميوة خباثة تيو بش سباي تمري وقاد مرض جيت شوصرة خضر إذا واصل ماسة كذا ثلاث تفاوت ودانت شوصرة وناشتها من الأباسة مرض جيت إخالة تساق جدو باسة تخيب إخالة فطيبة شتاسة وزمرتة ورقضة إذا حتى إتوان المرضى نية قديمين رابا يعني رابا رابا قديمين وذي وشيرة دي نبلوها خوشة بقامة من الأخت خمشة فجميع ناشي عقب يعني خمدي بسيط وهو يخالو ذيو وجميو وري ورازة قمايا فلطيم رازة فطريوة وكتخو أمدي تيلي على هيو اللي مثلا مصاثة قبل والتا مردنية إن بريمة إن مبشلة باثة مثوالة ومتوا على قم أمرا وجماعي بشاوي خالة وناشي أثاها من دهوك من سميلة من تركيبة آثر الشيرة دي ليندا، تجولت في أنحاء قرية باختمي القديمة واطلعت على ما تبقى منها وعلى الموقع الأول الذي كانت فيه القرية قائمة. عزيزتي، تدعى هذه الكنيسة بكنيسة ماردانيال الطبيب، وقد بنيت في العام 1997 احتفاء بالكنيسة الأقدم في القرية. ليندا، بالنظر لما تعرضت له القرية من مراحل صعبة في تاريخها، لم يتبقى من آثارها حتى الآن سوى الشيء القليل. آثار دي ماتا، إطرابة آثار، متواثة، ثلاثة أربعة متواثة، ولمشوني مثلا بني الآخر زاوية لخا مرحلة ريقة التي بني مخلد بارخين. أربعة متواثة دايث يعني آخ، لا ديد خط. قبضي خط ياخني أربعة متواثة إيثو. أم رئيس بس أو مردني. غزيلة، هر أو مردني إثوان آثار.
أني مثواته كل إتوالا يتاثة بس لا تفيش كم دي داشوبة. عزيزتي، توجهنا إلى مكان آخر غرب القرية بنحو كيلومتر واحد لنطلع على ما تبقى من آثار الطاحونة التي كانت تعمل بالماء هنا، وكانت محطة يتقاطر عليها أهل القرى المحيطة بباختمي. عزيزتي، التهجير القسري الذي طال أهل قرية باختمي كان يمثل مرحلة صعبة ومؤلمة من حياتهم، والكثير لا يحبذ استذكاره، فقد تم إخراجهم من أرضهم وتدمير بيوتهم وكنائسهم والاستيلاء على أغنامهم وممتلكاتهم. شهد اشتيخاء هذه أول حركة ناشط قبلكم منها عرقلة صارت الكيبة صارت الموصل هي هجرة قامتها وخمك ناشي فيش لنقو ماتها سب خيوث الزامت وعرابة هي يعني تنقل وصعد النقل أثواء خمك صلوا على مثلا شبابي وأن زولة كلها مصلة تركيبة وفيش لان قورة قورة قباتي 63 هم ريقلن جيش تيلة طيارة قصفي وآخا بثر وبارة ريقلن خطلن تركيب شلنا ناخا اشتوار بديرن هو اللي خدش مفاوضات دير وان ثوال الماتة خان نقل خرتها وبليخ كنت قلت لجاني دي وهل 8 وشوة مقيمة بثمانية وخمسة شقيلي الأراضي دي انت لما عسكر بدل استيلاء لها حوالي 1000 دونم 1400 منختيلهم بولطيلهم قسيم بدي 1000 دونم شقيلي لما نزغي له والداها ال 8 وشوة دولة ترحيل ما ثم كلت لخالة وإتاثم بقيلة وناشم مجرة خمك السلة بغض وخمك السلة موز وخمك الكيت وخمك الدهوك وأخينا ولا لو مجمع جو منصورية قربة سمة عزيزتي ليندا، توجهنا بالسيارة لكي نطلع على المكان الأصلي لأقدم كنيسة في القرية، وهي كنيسة ماردانيال الطبيب، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي، والتي لم يتبقى منها سوى بعض الأحجار القديمة. ليندا، كانت عودة الناس إلى قرية باختمي أهم مرحلة تاريخية عاشها أهلها، وذلك لما تمثل لهم من مشاعر كبيرة وعظيمة، وهي مشاعر العودة إلى الموطن الأول.
عودة بريلا سألت شوى طبعا يا وخا تقيم غراب غورا كرابي سالك تغجان قد قمة بيدوى شو لقبارة ام جمال انا ناشي تيوم بربزي قو بعض ذو موسى وكتب كيف وقو مجمع ام جمال كل الأخانة وبني لبات إلن ومشاريع مية برقة قاعة ايتا مدرسة مستوصف ولبناء دي باثة ضيافة سيدنا مطران قربة أمرة مرقي ورقس وشارع شارع عام من ألوكا هالماثة قامت كل طينة بابا شوارع داخلية شكيرا لها باني بجهود ترابي سرقس ماثة رجيء لها ورابة تازة ورابة سباي أنا غزات لأول هات خدوقة أول كل أول بلدئي بيو من ربان غذا ما تخدت ملي أول بلدئي شقو بنو جاودي كل أي ما تديتي وتلاقيو أبلدئي وسبايل كير على أما وأما وخمدي بات جميل اللخاني كون سولاي هاكي قاتب إذن آخر سبايل راب سبايل وهابي بسيم وقتلي بهطل أول أمر الدنيا بس واثت لسولاي توجهت إلى كنيسة مارجي ورجيس الجديدة في وسط القرية وأدهشني بناؤها الجميل. صليت ودعوت الرب أن يعيش أهلنا في باختمي وفي كل أنحاء العراق بسلام وطمأنينة، ممتنة لكل من مد يد العون في البناء والإعمار وإعادة الناس إلى قراهم. دا أختي ابني لنا بسيم رابع سلك ساخجان قيم لبيا واجبوثا هاي بسيم رابع على مريخ لعمري دي سبلت فرقوتا كسل دي والإبلاغة كل كرسيانة كل عربنايا كلدنايا أطرايا كل تخمتي له. ليندا، تجولت في القرية الجديدة وكنت شاهدة على مراحل البناء التي تعيشها القرية التي شارفت على الاكتمال مع توفير كل المستلزمات الأساسية لها. أمري ما تكشخ مريا لها الخلق لخلت بجوبيل لاخا تعيش بغضادي تاو خباني بس خبلت فيها شل باطر دارها كل سولاي لها رأخني قولت أي لأنتي الحمد لله ده ديران شبل خلق لخلتها وهو بسيم رابا انتو إذا لو تقيم لبابا شولا طلب من آلها تبارس كل خناشة برقايا من دوة طوفانة واخرن شكير عليها هو خوي ناشي تلريق اثي وبيعول مساعدات وتيبه باتت اكن زوده هو خيول الله طالب اختلت طاوي خاشلامة جو عراق ناشي تخازة فسخي امنا دي اخ شخص شين وشلامة جو اثرة انا اهولت اسقي خجب دختام الأربايا أي غيمة وتنزاح منن ماذا دخي أمني دي أيالة مكشان أمني كل عراقي أيالة شان إسلامه بأثرة هو أول ولد دايخه عزيزتي ليندا، جولتي في قرية باختمي شرفت على الانتهاء، ولكن جولاتي في قرى أهلنا الأخرى لم تنتهي بعد. صديقتك نضال منصور.